بسم الله الرحمن الرحيم. إلى من يهمه الأمر، استثمار الكفاءات الوطنية. جيوش من الأطباء العراقيين تجتاح المستشفيات والمراكز الطبية في لندن وعموم المملكة المتحدة، وكبار رجال الأعمال العراقيين يتوزعون على دول الخليج وتركيا وأمريكا وبلدان أخرى، والكثير من أساتذة الجامعات العراقيين باتوا منتشرين ويدرسون في جامعات خارج العراق. كل تلك المؤشرات تعني أن الخامات العراقية العلمية والاستثمارية والمهنية باتت تبحث عن دول تلبي احتياجاتهم وتضمن لهم مكانتهم، ولا شك أن لهم الحق في ذلك. وها هم قد انتشروا في دول العالم وبلدهم بأمس الحاجة لهم، واليوم مع ولادة حكومة جديدة نتمنى ويتمنى الجميع أن يكون السعي جاد لإعادة تلك القامات الهامة لوطنهم، فإن استثمار الكفاءات في بلدانهم هو خير يعم على الجميع، حكومة وشعبا، فالأم أولى أن يخدمها أبناءها. شكرا لكم.